بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس اليوم إن شاء الله سأشرح خاصيات الباترن، وهي خاصية تحدد نوع البيانات التي سيتم إدخالها في الحقول من طرف المستخدم. نمر الآن إلى الشفرة لنفهم أكثر. نقوم بعمل حقل الفورم هكذا، ثم نقوم بوضع حقل input، ثم type text هكذا، ثم name postcode هكذا، ثم نغلق، ثم input، ثم type، ثم زر submit هكذا value سن زيد. الآن نرى النتيجة. زيد، هنا نقوم بوضع باترن هكذا، ثم هكذا. زيد، هنا نقوم بفتح براكت هكذا، هذا النوع هكذا. جيد، هنا نكتب القيمة التي يجب إدخالها، مثلا من A إلى Z، أو رموز أو أرقام كيف ما كان، أو من 1 إلى 9. جيد، ثم هنا نفتح البراكيت، ثم نحدد عدد الأرقام التي سوف يدخلها المستخدم هكذا، مثلا 5 أرقام. نرى النتيجة. سندخل حروف ثم سين. please match the requested format. القيمة التي أدخلتها غير صحيحة، مثلا نكتب من 1 إلى 2 إلى 3. سين نفس الشيء، نلاحظ هنا علينا إدخال 5 أرقام، 1 2 3 4 5. جيد، تم إرسال القيمة. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس، نلتقي في الدروس القادمة إن شاء الله.